هل نشتري أراضي في نيكست إيرث؟ نعم اشتري أراضي، ومن الأفضل أن تكون شوكة، اشتري شوكة وابحث عن الأرض التي سيقترب منها البناء، حتى أنك عندما تشتري الأرض الآن يعني تصبر سنة أو سنتين أو ثلاثة سنوات حتى خمس سنوات يكون البناء قد اقترب في النيكست إيرث. وحاول أن تكون تطل على واجهتين، لأن الشوكة تباع بثمن كبير جدا. مصيرة والله بنادم ما صاحبي ولا يشري والله العظيم لي وشريتهم تانا بقى تشريهم لي والله الا بنادم قال لك ولا قال لك تيشري فراسك انت معايا واحد السيد هو اداري وداك الشيء دابا ولات واحد الحاجه سميتها دابا كاين واحد الحاجه دابا هذاك غادي نشرحوا ليه هادشي دكتور يلا سير افاك ستة تالي ونشرح لك كيفاش تشري الاراضي في داكشي لا قلت لك اسيدي الاراضي هادشي راه خويا ما دخل في التخصصات ديالكم هادشي ثاني هذا الاراضي داكشي عالم دابا عرفتي بنادم اش ولا تيدير تيمشي نعم اسيدي كاين واحد الحاجه سميتها الـ NFT وهذا الـ NFT عرفتي الـ NFT اش كنشرحتو لك واحد المره كاين واحد الحاجه سميتها الـ Virtual World عالم الافتراض دابا كتجي انت نعم اسيدي كتبان لك شي ارض في شي عالم فهمتي كتعجبك هذيك الارض كتشريها بالفلوس ياك وتقدر تبني فيها دير طوموبيلات ديالك دير مرا ديالك تعاود تزوج انت كاع في هذاك العالم الا بغيتي فهمتي وهاد الاراضي هادو اللي كتشري دابا الناس كيسولوا يبغيو يشروا الاراضي كاين اللي تيشوف واش دوز ايطاج ولا البيرمي واش اير بلس 1 ولا اير بلس 2 ملي تتموت كتب لهم كتكتب الوصيه تكتب الوصيه تكتب في الان اف تي تقول لهم تكتب الوصيه ديالك تكتب الان اف تي راه عندي فيه واحد الارض شوكه غادي تعطيوها للمهم انا باش نقول لك اخويا انت راه فايت لك الصوت المهم هادشي راه باقي ما دخل فيه النوطاريه وداك الشيء خدم نوطير كون اول نوطاري خدمت والله الا بدات تصدق خدم نوطير بعدا كان البلوكتشين ما فيهش النوطير ديال الناس فراسك راه البلوكتشين غيخرج على النوطير المهم خاصكم تطوروا شويه شكون هذا بنادم خدم نوطير في الان اف تي انا بعد خرب عليكم اوليدي انا نقولها لك مكان مكرمة اغلى ارض في الميتافيرس اللهم بارك الميتافيرس هو الشيء اللي تويت لك عليه انا باش نقول لك شنو الميتافيرس والعالم تعيش نعم ولك متنا وثلاثة وربع عيش لك رزق دابا انا بغيت نفهم واحد القضيه داك رزق الله يبارك فيك الشيخ ودابا غير تسمع لي دابا الا تزوجتي شي ثلاثه في الميتافيرس هل هذيك اللي مزوج هنا تعتبر الرابعه او في الواقع تعتبر الاولى وثم زعما عالم اخر هذا والله الا سؤال انا كنسولو تزوجتي ربعه في الميتافيرس ربعه الزوجات وعندك وحده هنا هي خمسه ايوا كيفاش البلان هذا ظلمي طافير صراحة فيه خلال لا واش دابا حيت هذاك عالم خيالي ماشي هو الواقعي ولا حيت هو راه الواقع الافتراض تتشوف داك الشيء بحال بناء وقال لك زادوا لنا شي قفازات هنا وشي حاجه تتقيس نعم اسي هاكا كتشد الكاس تحس راسك شديتي الكاس وراه تما فين قالت بقي